السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا العدد من جنان لالا، اليوم من منطقة الأغوات. سيدة فايزة، سيدة فايزة مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. مرحبا بناس الأغوات. الله يسلمك، مرحبا بنا عندكم. الله يسلمك، مرحبا بكم وبناس الصحراء. الله يخليك. يعني نقولوا تل الهضاب العليا، بوابة الصحراء الأغوات. المنطقة السهبية. المنطقة بوابة السهبية. الصحراء من الوسط. أهلا وسهلا. يسلمك. أهلا فايزة، اليوم جبتي لنا طبق الكسكس بالترفاس والكلبس. ايه، تكلمينا شويه على هذا الطبق. يعني تمتاز منطقه الاغوات كما نعلم يعني كهي كمنطقه سهبيه باطباق متنوعه. من بين الاطباق اللي تمتاز بها منطقه الاغوات هي لو بلاغوا، في المائده الاغواطيه، وهو الطعام. يعني احنا كي يجي نظيف نكرموه ونذبحوا له النعجه ونديروا له الطعام باللحم الغلمي. يعني وبالكابويا كالاباز، طبق الملك. الملك، ونديروا له، نسمقوه بالدهان العرب، ويعني دهان الغلمي. دهان العرب هو الدهان الغلمي. وإلا كانت في الموسم تاع الترفاس سيتون غيشاس، كنضيفوا له حبيبه يعني الترفاس من فوق، حاجه قيمه، ونكبروا بالضيف تاعنا ونحطوه له. قلتي دهان الغلمي اللي هو حليب الماعز ممخوض، نخرجوا منه الزبده تاع الدهان الغلمي. هذه العربيه موجوده، هو الزبده الحره تاع الدهان الغنم. احنا ما نسمقوش بالسمن اللي يتباع برا ولا السمن العادي. والله احنا هذا هو الجماليه نتاع الكسكس نتاعنا. وني نشوف هنا هذا السمن فقط باش نصبوا به، خاطش كيعود كيعود اللحم ما فيهش الشحمه، ما فيهش شحمه بزاف، يدم بزاف، يعني نزيدوا له. دونك الطعام ولا الكسكس كيفاش تسميوه في الاغوات؟ طعام. الطعام ايه، لانه تختلف تسميه الكسكس من منطقه الى اخرى. ولكن باللحم وبالكابويا كالاباز. الله يبارك. اذا نبداو بسم الله على بركه الله ان شاء الله، وحنا نحضروا فايزه مع بعض ان شاء الله المرق اللي راح يرافق هذا الكسكس تاعنا. تكلمي لنا على المكونات، مكون تلو الاخر. طبعا المكونات الاساسيه ويعني بالدرجه الاولى وهو اللحم. يعني كما نلاحظوا الان هو يعني اللحم الغلمي هو الاساس تاع المائده الغواطيه، وخاصه المنطقه السهبيه تمتاز انها منطقه رعويه. ويعني الماشيه تاعنا يعني من الذ انواع اللحوم اللي موجوده في الحقل الوطنيه المنطقه السهبيه. فيها اللحم، فيه البصل مقطع الى شرائح، نديروا له الدهان، نديروا شويه زيت، نديروا طماطم معلبه، شويه حمص أو حمامصة. الخضار هي فيها الكابويا كالاباز، وهذه هي من اساسيات الكسكس نتاعنا، لان الكابويا اللي موجوده في منطقه الشمال ماهيش كيما الكابويا كالاباز. نديروا له الزروديه، شويه بطاطا، الدواوات واللايات اللي موجودين فيه هما الفلفل العكري مع الفلفل الحار، الملح، وراس الحانوت نتاعنا. راس الحانوت نتاعنا قلت لهم يعني في فرص اخرى باللي طبعا منطقه الجزائر يعني غنيه، الي غيش بكل المناطق تاعها، كل منطقه عندهم راس الحانوت. راس الحانوت نتاعنا هو كسبر وبسبس وحبه الحلاوه، يعني هذا هو تاع المنطقه تاع منطقه الاغواط. عندك يضيفوا له شبت الشيخ. شبت الشيخ فايزة، جوستومون شبت الشيخ كنا تلاقينا في مهرجان مع بعض، وشفتك استعملتيها في طبق وسالتيني وقلت لي فايزة وشنو هذه، قلت لك هذه شبت الشيخ، وعجبتني الفكره اللي حرقتها صادون. يعني حقيقه مشاهدينا الكرام، انا ذوقت هذا الطبق في سنوات ماضيه مع زميله فايزة، وذوقته بشبت الشيخ عفوا محروقه، كي تحرق وتمد هذاك الدخان لودور تاعها، طفي به المريقه، تعطي نتيجه رائعه. هذا هو الغنى في مختلف مناطق الجزائر، كل منطقه تتميز بحاجه معينه. حاجه معينه، تبارك الله. لذلك يعني ما حبيتش ندير لا مودرنيتي، درك عادوا شبت الشيخ يطحنوها مع راس الحانوت، مي انا حبيته على اصله، على طبيعته، الطريقه التقليديه العاديه. وطبعا يعني كان لي انني الحمد لله يعني الشرف نقولوها انني قدرت احصل على حبيبات ترفاس. طيبتهم طبعا، راهم كانوا كونجولي لانه الترفاس ما يصبرش، يعني ماشي ايه ما كاش هو يعني يجي فقط في الشتاء. كان كونجولي، طيبناه في مريقه حمراء، وكان يعني درك نقدروا نصنعوا به الطبق تاعنا والكسكس تاعنا، اضافه الى المريسه. المريسه راكي شفتيها عندي المره اللي فاتت في نعم في سنوات فريطه، ملي كليتي معنا الطعام تاعنا. المريسه هايوينه، هي مزيج من التمر
والهرماس نمرسوهم نطبخوهم في مريقة في ما دافي. نعم اسمحي لي فايزة، الهرماس هو المشمش المجفف به بالنواة، ماشي شرط بالنواة، لكن باش نوصلوا الفكرة للمشاهدين أنه المشمش المجفف اللي نحضروا به الأطباق الحلوة هذاك واحد آخر. لا ماشي المشمشة، نعم ماشي المشمشة، ماشي المشمشة اللي يديروها مع البرقوقة والحلو وطاجين الحلو، لا المشمش المجفف سواء في موسم تاع المشمش كي يكون موسم المشمش كيعود عندك فائض من المشمش وخاصة يبدا يطيب بزاف ويبدا يعني ترخف، نحلوه نحو النواة تاعو نجفوه فوق الكراطين، يجي اللون تاعو أسود غامق نوعا ما. ماشي الشرق يا أخي اللي جبتو اللي درت به هذا المريسة كان يعني برتقالي جميل جدا، يعني مالوغوزمون راني حيتها مي وكان خليت لك حبيبات تشوفيها. فايزة بدون إطالة على السادة المشاهدين نبداو إن شاء الله، نبداو إن شاء الله ونتكلموا على المكونات الساعة. طبعا الآن نبداو في تحضير المرق نتاعنا. بسم الله. الحيمة دائما طبعا حضرات الخروف الأساسية، المناطق السهبية كما قالت فايزة أكيد، لأنها مناطق رعوية وتمتاز ب يعني وحنا عندنا في الطعام نديروا الطعام اللي ما كانتش فيه هبرات، يعني الطعام يكون يعني اللحم يكون بكميات يعني كمية كبيرة يعني جميل جدا. نديروا شوية سمن، فقط شوية سمن لأن اللحم اللي جبتو فايزة راه تقول شوية سمن ولكن حطت كمية كمان. لا لا شوية سمن هذيك شوية احنا نحبوا الأطباق التقليدية ليدما تحب ليدام الزيت الزيت داكو بسم الله مغرفة الزيت فقط باش تعطي له جهد، يعني اللحم تاع الخروف والزيت والسمن الأطباق التقليدية ونقولوا شوية. جبت لحم خروف يعني تاع جدي الله يبارك، لذلك ما فيهش السم صغير يعني ما فيهش ليدام مغرفة زيت فقط. احنا في المطبخ نمدوا نصائح ونقولوا الاكل الصحي، لكن هنا ربما يكون نوع ما من التناقض ولكن مش تناقض، هذو هما اطباقنا التقليديه حبينا نوصلوا الفكره نخليوا الاطباق كما هي. سمعتك في فترات سابقه قلتي باللي قلتي لهم باللي للمشاهدين الكرام باللي احنا ماذا بينا ناكلوا الاكل الصحي، بصح في الاكلات التقليديه ما نقدروش نغيروا باش نحافظوا عليهم كما هم، لان هنا الهدف تاعنا راه نحافظوا على تراث مش على جميل. أضفنا البصل درك درنا البصلة شعلنا النار الآن واش نعطيك طماطم طماطم والحم نقلوا اللحم تاعنا بشوية نتاع مريسة تفضلي شكرا يعني تقلي طماطم في الأول اللحم والطماطم والزيت والبصل شويه دهان الطماطم راني شفت حطي كميه معتبره ملعقتين فقط يعني في قدر كيما هكذا ملعقتين تكفي، لماذا؟ لاننا رايحين نديروا المريسه والمريسه هي اللي قلت لك مزيج من مرسنا التمر الغرس بالهرمس ودرنا هاد المريسه وبالطماطيش المشرحه الطماطيش المجففة. المجففة الطماطم المجففة هي اللي خرجنا بها هاد المريسة، هاد المريسة حامضة نوعا ما هي بكري في قديم الزمان نرجس في قديم الزمان يماتنا وجداتنا ما كانش عندهم طماطم العلب، كانت عندهم الطماطم يعني كانت عندهم المريسة هي اللي يطيبوا بها، هي مزيج من الطماطم المشرحة والهرمس والحلاوة تاع السكر تاع التمر تاع التمر. والتمر فايزة هذا نوع خاص ولا اي تمر يعني عادي تستعملوه في الغرس في المريسه؟ الغرس احنا نقول نوعيه الغرس الغرس الحميصه الحميصه توابل الان بسم الله توابل قلنا الملح شويه تاع ملح هذه راه فلفل حار وفلفل عكريم خلطتهم باش ما تجيش اللون والمذاق اي باش يعني ما تجيش حاره وراس الحانوت بكميات معتبره، لماذا؟ لانه التابل الوحيد اللي نحطوه داخل القدر لذلك نديروه بكميه يعني معتبره. شوف تبارك الله حطيتي يعني بدلا ما ندير فلفلك حل وقرفه ومسكين كبير راس الحانوت تابل راس الحانوت فقط بكميه معتبره. الله يبارك. نقلوا القدر نتاعنا نخلوه يطيب
بيد ما تغلي القدر نتاعنا حنا نرشوا الطعام نتاعنا باش نفوروا، والخضر حتى يطيب شويه اللحم باش نرميوها إيه؟ باسكو ما تفتش الطياب. طبعا نحطوا القدر نتاعنا تغلي في قرضها، نبداو نرشوا يعني هذا الطعام، هذا الدهان عفوا تاع الماعز ياك؟ ايه لا 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 تاع الغنم، عفوا تاع الغنم. ايه نخليوه باش ندهنوا به الطعام في الاخير ماشي في المرق. نسمق لا طبعا نسمقوا به الطعام في الاخير. طعام نوعيه متوسطه ولا رقيقه؟ الرقيق الرقيق يعني الرقيق هو اللي نحبذوه ونحبوه بالنسبه للضيف، وخاصه اذا كان يعني لونه ابيض ومش النوعيه الغامق. النوعيه الجيده طبعا مهمه كثير. اعطيكم ميه ممكن تمسكي ديري الماء. لا شكرا. يعني السيدات الجزائريات وسيدات المغرب العربي بصفة عامة يعرفوا يشمخوا الكسكس، يعرفوا يفوروا الطعام، يعني الطعام أو الكسكس الطريقة تاعو ولات فايزة معروفة في العالم ماشي غير في العالم العربي. طبعا كسكس لأنه أكلة يعني عالمية، وعلى ما أظن يعني تشفاي نرجس المهرجانات اللي فاتت سابقا، يعني الكسكس موش فقط اختصاص جزائري، يعني اختصاص عالمي. هو الكسكس تراث حتى أوروبي، يعني أنا كي لاحظت أن حتى الدول الأوروبية يطيبوه ويديروه ويفتلوه يعني كما لاحظنا وتلاقينا مع ناس من الخارج ما شاء الله. أكيد يعني فتلته قدامنا، ويعني كانت حاجه يعني جميله جدا. سيتي اون ريشاس. شمخنا الان الطعام تاعنا، نخلوه شويه يشرب، بعد ذلك نديروه في الكسكاسيه إيفور. تختلف الوصفات تاع الكسكس من منطقه الى اخرى، يعني طريقه نفسها ولكن الصلصه اللي نرافقوا بها هذا الطبق اللي انا نسميه العمود الفقري للطبخ الجزائري تختلف من منطقة إلى أخرى، وربما في منطقة واحدة نلقاو عدة أنواع من الصلصات اللي ترافق هذا الكسكس. لاحظتي يا نرجس باللي يعني ثراء الجزائر يعني هو بلد قارة، ثراء تاعها يعني لنا الشرف أننا عندنا 53 طبق من الكسكس، 53 نوع من أطباق الكسكس. نعم. يعني هذه هادو كأطباق رسمية، ولكن كي نتكلموا على الأطباق اللي نسيناها والأطباق اللي ما زلنا نبحثوا عليها والنوعيات اللي فايزة لحقت أكثر من 400 نوع. أكيد. من الكسكس في الجزائر، هذا يزيدنا شرف أنه هذا الطبق ينتمي إلى التراث الجزائري. أكيد. نديروا الطعام تاعنا بعد ما شرب في الكسكاس باش نبدأ نفوروه. هو طبق مغاربي، طبق جزائري، وقدر يوصل الى قلوب عدة اوروبيين. هو فايزة معلومة للسادة المشاهدين انه يصنف بين ثلاث اطباق الاولى اللي يحبوها الفرنسيين ويحبوها الاوروبيين بصفه عامه. هما يعني يجوا اصلا للدول تاعنا تاع شمال افريقيا فقط باش يذوقوا انواع الكسكس الجميله يعني. ما شاء الله فايزه كنتي تلاقينا في عده مهرجانات تاع الكسكس وذوقنا انواع ما شاء الله عديدة. ان شاء الله تكون فرص ويكونوا هذه الانواع نوعيات بالاعشاب بالشعير بالقمح بالقمح الكامل يعني ما شاء الله. نحطوا القدره تاعنا تفور كسكسها. فايزة بعد ما حطيتي الطعام يفور هذه المره الاولى، شحال تفوروا نتوما الطعام تاعكم يعني دابيتود؟ عاده نفوروا الطعام تاعنا ثلاث مرات ثلاث خطرات. الاخيره تدهنوها بالدهان تاع الغنم. انا هذا الدهن اللي راه عجبني. نسمقوا باللهجه نتاعنا العاميه، نسمقوا طعامنا بالدهان العرب. زيدي تكلمينا شويه على الساده يعني المشاهدين. دهن العرب هو طبعا حليب الغنم يروبوه ويمخضوه يديروه البن، ذاك البن تخرج منه الزبده تاعو طبعا ككل الالبان الحيوانيه. الزبده تاعو يذوبوها ويديروا منها يعني الدهان يعني بطريقه تقليديه اللي يخرجوا منها الذوابه احنا نقولوا لها بالعاميه نتاعنا. وش حيث ان الزبده يديروها في قدر
ديك الزبده كاع اللي لموها المخضه، المخضات تاع سبع مخضات ولا ثمانيه، يعني كل يوم يمخضوا البن الله يبارك، سبع مخضات ولا ثمانيه يديروهم في القدر، كميه تمد كميه معينه من كل يوم كاين مخضه على حسب كميه اللبن، يديروهم في القدر ويبداو يذوبوا فيهم. وطبعا على بالك بدنا نرجس باللي الزبده نتاع اللبن هي عباره عن لبن راه فيها حليب، صح؟ لونها ابيض بالماء، لا ما يغسلش، لا فقط الزبده يحطوها في القدر باش ينحولها اللون الابيض وتخرج الزبده الصافيه، وكميه اللبن اللي فيها تروح. كاين واحد الطريقه يديروها جداتنا وامهاتنا، يرمونوا كميه من الملح، تشيشان تاع السميد، يعني التشيشه تاع طمينه، التشيشه تاع السميد، هذيك التشيشه تشرب فقط الحليب والماء اللي موجود داخل الزبده. يعني شفي الذكاء تاع الجدات، شفي الذكاء تاع الجدات، هذيك الذوبه يعني تخرج لذيذه جدا، بحيث انها تدار داخل الزبده كي تذوب، التشيشه تشرب اللبن والحليب اللي موجود في اسفل القدر، يطلع السمن الفوق، يعودوا يرفدوا فيه ويحطوا فيه في الـ في الـ في الطبق. تبارك الله. فايزه، الخضيره هذه ما ترفدش طياب، الكلباس، البطاطا، الزروديه طيب بنفس، مش يعني حاجه، مش حاجه كي طيب اللحم تاعنا نص طياب، ونفوروا الطعام تاعنا الفوره الاولى ولا الثانيه، والطعام واللحم تاعنا يكون طاب نص طياب، نرموا عليه الكابويه تاعنا والزروديه والبطاطا طبعا بعد ما نقطعوها راها حبه كامله، نرموهم ونخلوهم كاع يطيبوا مع بعضهم، علما ان الطعام تاع الغواط سكري سالي. على بالك راكي ما سالتينيش على الغرس، لماذا؟ لاننا الطبق الوحيد ربما الكسكس الوحيد اللي لاحظته يعني يعني ولاحظته حتى في الفيستيفال تاع المهرجان نتاع الكسكس كان يعني حلو ومالح. كاين يعني ما في الغرب الجزائري كاين طبق حلو ومالح اللي هو طبق الكسكس، ولكن بزبيب، بزبيب وهنا بالتمر، هذه التمر يديروا في المرق، المرق يكون حلو ومالح. وهذا راجع للمنطقه، نعرفوا انه منطقه الغرب الجزائري من وهران، تموشنت، معسكر الى تلمسان، مناطق معروفه بالعنب، بالكرم، احنا نقولوا الكرم، دونك كاين العنب، كاين الزبيب، كاين طعام الكسكس يتقدم بالزبيب. هنا كاين الغرس في الغواط وفي مناطق الصحراويه، منطقه التمر، يعني هادو هما لي برودوي دو تيغوار. اكزاكتومون، الطبق التقليدي مربوط دائما بالخيرات التمر. الارض اللي كاينه. صح. فايزه، بالك نرميو الخضيره ياك الا طابت. نرمو الخضره دركا. بسم الله، بسم الله. هذوك القطع تاع الكلباس ما شاء الله راهم يشهيو. ايه، هذه الجمال تاع الكلباس، يعني كي تعود. نعم، الخيرات اللي عندنا. نبداو بالاقصى، يعني باللي اللي تشد الطياب، اللي هي حطوها زرودية. من تحت هي زروديه، هي الاولى لانها هي تشد الطياب سابخون دو تون. بعد ذلك نجو الكلباس، قطع الكلباس، الكابويا، القرعه ولا لا كابويا يقطين، وبعد ذلك نحطوا البطاطا، نخلوهم يطيبوا في غرضهم. الجمال تاع الكابويا اننا نحبوها، يعني المنطقه نتاعنا نحبوا الكابويا على حالها، يعني تقعد مجموله، تقعد برج كما هو على حاله يتحط في الطبق، وهذه اللي تخلي من الجماليه والديكور تاع الطبق في النهايه وفي الاخير، يعني في لو ديكور الاخير. فايزه، نسقسك على المريسه، تزيدي في الاخير ولا حطيتي في الاول ما تزيديش المريسه؟ حطيت كميه معتبره، راكي تشوفي حطيت يعني بالنسبه لهذا القدر حطيت قدر نصف كاس ولا كاس هكذا تكفي، لماذا؟ لانها تكحل المرقه. داكور، درنا طماطم العلب، بعد ذلك نذوقها، الا كان مخصوصه ملح نزيدوها، الا كان مخصوصه شويه حلاوه كاين الناس اللي تضيف السكر، يعني تزيد ملعقه ولا اثنين تاع سكر، لانه على حساب واش راني نتبع وذوقت الكسكس تاع فايزه. يعني ما شاء الله، لذيذ جدا ما شاء الله. التمر هذا من بعد، يعني سقسيت قبل على الحموضه والحلاوه، هذا هو ليكيليبغ، توازن الطبق. هنا كي تذوقي تشوفي الا خاصو الحلاوه تزيدي السكر ولا تزيدي الغرس. جميل، مليح، اكزاكتو. والحموضه والملوحه، خصته العقيد، نزيد شويه طماطيش، خصته شويه حلاوه، زيد شويه سكر، هكذا باش يعقد ويكمل طياب. اذا حنا بقى لنا دوك الطعام تاعك راه يفور، السيدات يعرفوا كيفاش يفوروا الطعيمه ولا الكسكس. الغرس تحطيه في الاخير؟ لا، حطيناه يعني في المريسه، ما نزيدوش.
القيمه الغذائيه اللي كاينه في ترفاس واللذه اللي كاينه في ترفاس. حنا كان لينا الشرف اليوم يكون حاضر معنا هاد لاغيشاس اللي كاينه نعم اللي كاينه في خيرات الارض اللي عطاها لنا الله سبحانه وتعالى سبحانه. في المناطق الصحراويه. في النهايه قبل ما نطفوا على القدر بثلاث دقائق اربع دقائق يعني تعتبر غاليه فقط، نديروا شبت الشيخ ماذا بك نرجس تمديها لي نوري اعزائنا المشاهدين كيفاش نديروها، يعني هنا نديروها فقط باش يشوفوا. صح يعني هنا نحطوا الكسكاس ونشعلوا. اتي لي المغرف تاع لينوكس. تفضلي. لا الكبشه لالوش من الاحسن باش ما تتحرقش. هكذا راكي شفتيها نرجس كيفاش يعني نحرقها. فكره ذكيه جدا، لان لو كان ما تتحرقش شبت الشيخ الرائحه تاعها ما تخرجش في المرق. هذيك لا فيمي الدخان، لا فيمي وتطلق الرائحه، يعني تقدري تشمي الرائحه نتاع شبت الشيخ كي تحرق تعود الرائحه تاعها جميله جدا. نحطوها نطفوا الجمره بالمرق هكذا نقطصوها في المرقه، نقطصوها في المرقه باش شبت الشيخ تتنقع في المرقه مليح وتطلق الرائحه نتاعها. يعطيك الصحه فايزه غنى ثراء كبير، لاول مره نشوفوا مكونات غريبه شويه على التل غريبه شويه على الشمال. الهدف هدف جنان لالا، هذا هو هدفنا من خلال جنان لالا انه نوصل هذا الغنى وهذا الثراء اللي كاين متواجد في صحراء الجزائر وفي جميع مناطق الجزائر، لانه كل منطقه تتميز حويجه ولا بحاجات. أكيد. تبارك الله فايزه يعطيك الصحه. نسلمك. حنا نقولوا للساده المشاهدين انه نروحوا فاصل ونتلاقاو ما تروحوش بعيد باش نشوفوا الطعام تاع فايزه من الغوات اليوم يكون حاضر معنا ان شاء الله. الكسكس ولا الطعام تاعنا لمنطقه الغوات حاضر معنا. فايزه يعطيك الصحه على الطعيمه هذه، كل شيء راه طايب ما شاء الله. فايزه سقي لنا الله يخليك، لانه تشهيت الريحه هذه حبيت ندوق. نبداو حنا في السقيه. شدي لي نرجس. نعم معايا طرف تاع الحمراء تبارك الله هما الاساس. لازم الطعام الجزائري معروف باللحم وخاصه طعام الغوات لانه منطقه الاغنام. قلت لك المنطقه نتاعنا السهبيه مشهوره يعني بنوعيه اللحم الجيد تاعها اللي يرعى في المناطق السهبيه. هكذا ندريسوه. الله يبارك. نضيفوا البيض. راه البيض وراه الفلفل المرقد، يعني يجي الطبق غني ما شاء الله. هكذا هذا المناسبات ياك فايزه، الاعراس لجميع الاعراس الجمعه. احنا ما تخلاش دار في الاغواط الا يوم الجمعه ودير غداها طعام، يعني من الجزائر. المستحيل من المستحيل يوم الجمعه نديروا طواجن ولا نديروا الخبز، يعني من الاحسن نديروا الطعام تبارك الله خاطش يملوا سمانه كامله هما ياكلوا في الخبز. بعد ذلك ندريسوا طبعا الترفاس تاعنا. الترفاس يعني اللي الترفاس تاعنا اللي نديروا حنا سهم كل واحد نحطوا له حداه حبيبه ترفاس. ياك باش نفهم فايزه والساده المشاهدين يفهموا معنا، وين كاين قطعه اللحم صافي دير هذيك سيتون باغ، هذاك سهم ولا حق سهم تاع الترفاس. نزيدوا له البيض تاعو الفلفل تاعو الفلفل تاعو المرقد ولا الترفاس حبيبه الترفاس. نشوفوا الثقافه تاعنا تاع الجزائر، ثقافه كيفاش العدل والمساواه في الطبق. فايزه راها نشوفوا معها راه تحط لنا لي باغ يعني السهم كما قلتي سهم تاع كل واحد. كل واحد في وقت الفول نديروا الفول نفوروا الفول ونسمقوه ونحطوا حوزات حوزات كما راكي تشوفي هكا عرار نحوزوه عرار. نحوزوه كل واحد نحط له الحوزه نتاعو تاع الفول نتاع. والان الخضار. الان الخضار المهم اللي قلت لك عليه والاهم جدا هو الكلباس الكابويا. فايزه كي ما يكونش مثلا وقت الكابويا وقت الكلباس باش تعوضوها؟ هذا سؤال جيد يعني في محله. كي تعود ما كانش وقت الكابويا كاين القرعه. القرعه ماشي القرعه نتاعكم انتوما تاع لا كورجيت، لا القرعه هي يعني سي لو بوتيرون. كابويا بصح بنوعيه اخرى يجي طويله الشكل تاعها يجي طويل ويجي لانه كاين اخضر كاين عده انواع. عده كاين لو بوتيرون كاين الكلباس كاين لا سيتروي اكزاكتومون. هاد لا كورجيت هادو كامل من نفس العائله. الكابويا نتاعنا حطيناها ما شاء بعد الله. ذلك اوندغيس حبيبه البطاطا
والزرودية طبعا والحميصات من فوق. الله يبارك. وهذاك المرق الأحمر اللي فيه المريصة الحموضة تاع الهرماس طبعا، الحلاوة تاع التمر ياك، هذيك الجمالية اللي فيه بحيث أنه يكون تبارك متميز الله. هكذا ما نكثروش. يعطيك الصحة فايزة، أعطيني عليك. ما شاء الله فايزة، أنا بديت نتشهى. زيدي سقينا بشوية دهان تاع الغنم ياك. طبعا باش نبداو ناكل. اللمسة الأخيرة يعني اللي يحبذوها يعني كاع الرجال ويعني الناس تاع المنطقة، هي نسقوا بشوية دهان تاع عرب. يعني تبارك الله قيمة غذائية جد مهمة، وقيمة والدسم ما نتكلموش عليه. ما لازمش نحكوا على الدسم كي تعود كاينة أكلة تقليدية تكون عندنا مناسبة يعني لابد أن ندخلوا في الريجيم وبعد ذلك نعاودوا نرجعوا له. فايزة تبارك الله عليك ما شاء الله، الطبق راهي شهي يسلمك. دونك غني، أنا بالنسبة لي غني. اللحم تاع الخروف، الكلباس، الخضار، الترفاس والمريسة يعني كادوك، والطعام القمح. أنا تشهيت هالطبق وتشهيت للسادة المشاهدين، تمنيتهم يكون راهم معنا يذوقوا هذا طبق الكسكس اللي هو غنى وفخر لمنطقة الأغواط. أهلا وسهلا بكم في الأغواط، واروحوا كلوا عندنا يعني إن شاء الله. سور لو شون. مرحبا بكل مشاهدينا الأعزاء في ولاية الأغواط المضيافة. الله يسلمك. طبعا وإن شاء الله ربما كاين أطباق عديدة أخرى إن شاء الله بإذن الله. هذا وعد بإذن الله. إن مرحبا. شاء الله إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، أقول لكم إلى أن نلتقي في أعداد مقبلة من جنان للا، ابقوا أوفياء لنا وللبرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.